مشاهدي قناة صوت العدالة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجي نتحاسبوا. بعد ما تحاسبنا مع مقاطعة سيدي بليوط ومجلس مدينة الدار البيضاء وباقي ما كملناش معهم الحساب وراجعين نتحاسبوا معهم في حلقات مقبلة. في هذه الحلقة مشينا لمقاطعة الحي الحسني وفتشنا وقلبنا شفنا وسولنا ولقينا أن الحساب مع مقاطعة الحي الحسني كتير وما هذه إلا البداية. نبداو مع المركب الرياضي الوفاق اللي اعلن على انطلاقه الاشغال ديالو مجلس المقاطعه في الصحه الرسميه على الفيسبوك، الا ان المجلس تصدم ولقى ان البقعه الارضيه اللي مساحتها 1200 متر مربع اللي تعطات له هبه مشات وماشي في سميتو. وهذا الشيء كيف ما مشات البقعه الارضيه اللي في جانبها اللي كانت مخصصه لبناء ثانويه وهي الارض اللي محاديه لروضه الشلح، ولكن بسبب تقاعس المقاطعة وتقصيرها في تسجيل الهبة وتحفيظ البقعة في اسمها ضاعت الهبة وضاعت مصالح المواطنين والمتمدرسين. المتمدرسين اللي كيقطعوا كيلومترات باش يوصلوا لثانوية بنو هشام، وهذا الشيء كيذكرنا في البقعة الأرضية اللي حتى هي ضاعت على المقاطعة واللي كتواجد في شارع بنو سينا واللي بقدرة قادر تبناو فيها فيلات وضاعت مصالح الساكنه، حيت الكل كيتسال اين الثروه وفين مشات المداخل الكبيره اللي خاص تحصلها المقاطعات والجماعات. مشينا فتشنا في المنطقه الصناعيه الوفاق بتراب مقاطعه الحي الحسني ولقينا ان الارض اللي كانت عباره عن كلاسي ديال مواد البناء تجزئات بقائي مساحتها كتراوح ما بين 512 و 600 متر مربع، وكل بقعة باعتها المقاطعة ب 43 مليون سنتيم من أجل إحداث منطقة صناعية منظمة، إلا أن العكس هو اللي لقيناه على أرض الواقع. فيكفي أننا نعرفوا أن خمسة ديال المدارس خاصة نبتات وسط حي صناعي ممنوع يتنشأوا فيه مدارس، ولقينا بعض أعضاء مجلس المقاطعة ومجلس المدينة هما اللي استفدوا في تحدي صارخ للقانون، وضاعت ملايير الدراهم على خزينة الدولة بسبب التنازلات العرفية اللي قاموا بها مجموعة من المستفيدين بلا ما يخلصوا ولا درهم لمديريات الضرائب. وهذا الشيء بلا ما نتكلموا على مجموعة من الشقق والمحلات التجارية في مشروع قامت بإحداثه مقاطعة الحي الحسني بالقرب من الدار الحمراء في شارع بنو سينا، واللي هو أيضا ما تخلصاتش الواجبات ديالو وضاعت فيها خزينة الدولة. أما حديقة الفردوس اللي دشنها رئيس المقاطعة وعاملة مقاطعة الحي الحسني ورئيس مجلس المدينة اللي مساحتها 4600 متر مربع وفيها 59 نخلة و10 ديال الكراسة تصوبات ب 358 مليون سنتيم، وهذا موضوع آخر غادي نرجعوا ليه في حلقات مقبلة وبالتفاصيل. وغادي نفتحوا ملف سوق دالاس وسوق المتلاشيات لافيراي اللي غادي نرجعوا لعلاقه مستشار سابق وحالي ورئيس جمعيه وعلاقته بالتعاون الوطني وشحال كيربح من هذا الشيء كامل رغم انه خاص يخدم مصالح المواطنين بدون مقابل. غادي نشوفوا ايضا سوق المعلم عبد الله اللي في السيال والمحلات التجاريه في قصاريات شارع افغانستان اللي مازال كتخلص عليهم مقاطعة الحي الحسني الضوء على حسابنا وحساب دافعي الضرائب، وكتوصل الخسائر غير المبررة إلى 400 ألف درهم شهريا. وإلا كانت الجرأة عند المجلس المسير للمقاطعة يكشف للمواطنين لائحة الباركينغات وشكون مستفد منها وعلاش وبشحال، وحتى إلى المقاطعة رفضت تجاوب الساكنة اللي صوتت عليها وتوضح لهم حقيقة ديال الباركينغات، حنا غادي ناخذوا المبادرة وغادي ننشروا اللائحة اللي حصلنا عليها حصريا. وباش نعرفوا أين الثروة غادي نرجعوا نتحاسبوا مع مقاطعة الحي الحسني وسيدي بليوط وجماعة الدار البيضاء والمقاطعات الأخرى اللي كاينة في الدار البيضاء وكذلك في المدن المغربية الأخرى، وغادي نتحاسبوا مع المنتخبين المحليين اللي دخلوا للسياسة حفاة عراة وداروا قهاوي وباتيسريات واراضي وشقق وفيرمات، منهم اللي تشد ومنهم اللي غادي يتشد بسبب المال العام. مشاهدي قناه صوت العداله، الى اللقاء في حلقه اخرى اللي غنتحاسبوا فيها مع ناس جداد والحساب صابون.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.